عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالإخوة الكرام في هذا البث المباشر الليلي إن شاء الله للحديث عن مباراة فريق نهضة بركان وضيفه برسم البطولة 15 أولمبيك آسفي، المباراة التي كان ينتظرها الكل بشغف. إذا عدنا إليكم بعد غياب قصير، نتمنى الله عز وجل أن يشافي جميع مرضى المسلمين، والله يشافي كذلك أمهات الإخوان وآباء الإخوان اللي متابعين هذا اللايف، ونتمنى كذلك أنكم تكونوا بخير وعلى خير. إذا نمشيو للمباراة إن شاء الله الرحمن الرحيم. غدا بالملعب البلدي لمدينة بركان يستقبل فريق نهضة بركان القرش المسفي في ليلة الاثنين السابع ليلا، ليلة إن شاء الله غادي تكون بيضاء بالأفراح والزغاريد في كرة القدم البركانية. إن شاء الله نأمل في حصد 3 نقاط ثمينة تقربنا أكثر من فريق الوداد البيضاوي المتصدر. إذا إطلالة على فريق أولمبيك أسفي الذي جاء أمس عبر طائرة خاصة إلى مدينة وجدة، ومنها إلى من مطار وجدة أنكاد إلى مدينة وجدة في إحدى الفنادق المصنفة ب3 نجوم. طبيعة الحال مدينة وجدة استقبلت اليوم كذلك فريق حسنية أكادير الذي كان في فندق 4 نجوم، وفريق أولمبيك أسفي كان في فندق 3 نجوم. فريق أولمبيك أسفي احتل المرتبة 12 برصيد 17 نقطة مع الزمامرة ومع واتزم. بطبيعة الحال هذا المركز لا يشرف الكرة المسفية، ولكن حاليا الكرة المسفية مشغولة في كأس العرب، لذلك ربما يشفع لها التألق العربي التألق داخل البطولة الوطنية. أولمبيك أسفي مسجل 13 هدف وداخل عليها 13 هدف، بمعنى عندها هجوم متوسط ولكن عندها دفاع ضعيف، حيث انه دخل عليه 13 هدف. لذلك نتمنى نهضة بركان ان شاء الله السيد المدرب طارق السكيتوي انه يستغل الوضع ويحاول ينقذ على القرش المسفي الذي يعاني بدنيا وكذلك يعاني في وسط الترتيب ديال البطولة الوطنية الاحترافية هاد السنة. بالنسبة لفريق نهضة بركان يغيب رسميا عن المباراة لتلقيه 4 انذارات، وهذا الشيء قلناه في مقابلة المغرب التطواني العربي الناجم. من سيعوضه داخل تشكيلة نهضة بركان وداخل وسط ميدان فريق نهضة بركان؟ هذا هو السؤال المحير، بحيث أن هناك حاليا اختلاف ما بين بكر الهلالي والمدرب السيد طارق سكيتي. هذا الاختلاف جاء من مباراة زاناكو، حيث أن كان هناك اختلاف ما بين سيد طارق سكيتيوي وبكر الهلالي. تطور الاختلاف ولم نقول الخلاف في مباراة المغرب التطواني، حيث لم يلعب مباراة زانكو ولم يلعب مباراة المغرب التطواني. ولذلك نأمل أن السيد المدرب يعني يكبر عقله شوية ويكون شوية يعني يتنازل شوية، وكذلك بكر الهلالي يتنازل شوية يكبر عقله شوية باش نستفيد من الجميع في مقابلات أولمبيك أسفي، لأن النجار يخلي وسط الميدان خاوي، والوحيد الذي يستطيع تعويضه هو بكر الهلالي بدرجة أولى وكذلك محمد فرحان بدرجة ثانية، ونتمنى نشوفهم بزوج أولاد بركان. توقعي للتشكيلة كالتالي: زهير العربي في حراسة المرمى، محمد عزيز في الثروة، ضيوف السانك، مقدم في الكات، النمساوي في الدو. وسط الميدان غادي يكون بكر، غادي يكون فرحان مجيد عزيز، وغادي يكون زيد كروش، وغادي يكون الكاس، غادي يكون بكر الهلالي بلاصة الناجي. بالنسبة للاتاك من المنتظر المدرب انه غادي يدخل بآلان تراوري وحماد العشير، ونتمنى يدخل بآلان تراوري ويدخل بأجراي محمد العشير نخليه الشوط الثاني. بالنسبة لي شونجمون يقدر يبقى أجراي ولا الزغودي وحدراف كذلك. إذا المباراة صعبة بالنسبة لفريق نهضة بركان، لأن فريق أولمبيك أسفي ليس بالفريق السهل ولا بالفريق الهين، لذلك في ظل الظروف الحالية والنتائج الغير
غير مرضيه بالنسبه للجماهير البركينيه اللي حققت القسكيتي، وطريقه التواصل ديالو كذلك لا مع الجماهير لا مع الاعلام في محل شك كذلك، وطريقه ربما مجموعه من الحوايج خص المدرب يغيرهم، لان الرياضه هي منظومه اخلاقيه تربويه تعليميه تثقيفيه رياضيه، يعني منظومه ربما المدرب الذي يعرف كيف يكسب قلوب الجماهير أحسن من المدرب الذي يحقق النتائج، لأن الذي يحقق النتائج عند أول كبوة سوف تنقلب عليه الجماهير وينقلب عليه الكل، والنماذج كثيرة والدلائل كثيرة. لذلك نتمنى من السيد طارق سكيتوي أن يغيروا سياسته تجاه، لم نراه مرة واحدة يلقي التحية على الجمهور البركاني، لم نراه مرة واحد يذهب إلى الكورفا ديال الإلتراس أورانج بويز ويقدم الاعتذار عن التعادل أو عن الهزيمة أو يشارك أفراحه مع الإلتراس. لم نراه مرة واحدة في الملعب في مباراة رسمية يرتدي زي نهضة بركان بشعاره الخالد وكذلك بعلامته التجارية. إذن مجموعة من المسائل، حنا نتمنى من نهضة بركان أنه ينتصر ويفوز، نتمنى من المدرب أنه كذلك يغير ربما الفلسفة ديالو في التعامل ديالو مع اللاعبين ومع الجماهير ومع الإعلام، لأن في الأول وفي الأخير لا يصح إلا الصحيح. بالنسبة للإصابة ديال محسن ياجور حاليا يتدرب تدريب انفرادي، وبالأمس دار الميسكيلاسيون، نتمنى يعود بسرعة إلى الميادين ويكون قوة ضاربة في الهجوم البركاني الذي تنتظره مباراة كبيرة أمام البورسعيد المصري. المباراة الأولى ستكون بالبورسعيد 90% في ملعب الإسماعيلي المصري، 90% بحضور 10,000 متفرج الماكسيموم اللي اعطت لهم الداخلية في مصر، والروتور إن شاء الله يكون في الملعب البلدي لمدينة بركان. هذه المباريات ديال البطولة هي مباريات لحصد النقاط اللي غادي ينفعونا إن شاء الله في مرحلة الإياب. لذلك السيد طارق سكيتيوي احنا كنقولوا الى ممكن انه يربح لنا هذه المباراة، لان ستنفعنا كثيرا في مرحلة الاياب، خاصة ان السباق يشتد على المقدمة، وحنا شفنا اليوم انتصار فريق المولودية الوجدية على حسنة اكادير، وما ادراك ما حسنة اكادير، والكونفدرالية انتصر عليه بهدفين لواحد، بالتالي ارتفع الرصيد ديال المولودية الوجدية، رجع في المركز الثالث بفارق نقطتين عن فريق نهضة بركان. لذلك الحزم كل الحزم، والرجاء البيضاوي راه جايه، الحزم كل الحزم بالنسبه للفريق نهضة بركان والسيد طارق سكيتيوي. حنا ماناش نقولوا اقاله ديال المدرب ولا استقاله ديال المدرب، حنا كنقولوا المدرب انه يدير واحد النقد ذاتي، واحد المراجعه بناء على التقويم اللي كيديروه الجماهير واللي كيديروه الاعلام، باش ربما يتبدل يمكن له يصلح راسو المدرب، وتواضع شويه واعطي شويه الوقت للجماهير وشويه الوقت للاعلام، واعطي شويه التحيه للجماهير، لان الكره للجمهور، ورقم واحد في الاول وفي الاخير هو الجمهور، ماشي هو الملعب او المدرب او الاداره. لذلك الجماهير يعني متعضه من التصريح اللي كان قالو المره ما قبل، يعني هذه ما قبل الاخيره، في واحد الندوه صحفي من قال الشير دي ماين، الجماهير البركينيه ما بغاتش، سواء يكون عليك او عليا او على هذاك او على هذاك، تصريح لا يليق بواحد المستوى ديال مدرب كبير ولعب في الكره العالميه وشارك في دوري ابطال اوروبا ولاعب دولي. اذا مجموعه من الحوايج خاصهم يتغيروا. بالامس عبد الربي محمد الميموني كان وجه رساله للرئيس نهضه بركان السيد حكيم بن عبد الله، وربما الاغلبيه قراوا الرساله ديالي. سريعا ما فاتش 5 دقائق تجاوب مع الرئيس، مشكور من هذا المنبر واللي كذلك اعطانا راي في اللايفات اللي كنديروهم، وقال بانه كيتفرج لهم كاملين. كنشكروا الرئيس سيد حكيم بن عبد الله من هذا المنبر، وجاوبنا على الرساله وقال ان يعني المرحله الحاليه تقتضي اننا يعني ما نفكروش في هذه المسائل كاملين الا من بعد مباراه اسبي، لانها تنتظر مباراه ليله الاثنين، وهذا هو الاحتراف، يعني ما خصكش تهضر على واحد الحاجه وانت عندك حاجه اولى منها، هي مباراه الاثنين 7 ليلا امام اسفي. اذا مجموعه من الحوايج غادي يتغيروا من بعد مباراه اسفي،
ونتمنى ان شاء الله ان يكون الانتصار في حليف نهضة بركان، ويكون كذلك التوفيق حليف نهضة بركان. احنا كان نثق في الإدارة الشابة بقيادة الرئيس السيد حكيم بن عبد الله، النائب ديالو السيد منير القادري بوتشيش، وما يملكه من يعني مشاريع رياضية وكذلك خطط مستقبلية رياضية. نثق في السيد الرئيس المنتدب السيد عبد المجيد مهدران، ونثق كذلك في السيد الكاتب العام محمد قاسمي، وأمين المال السيد هشام مهداوي، والغير والغير، وكذلك المنخرطين، وكذلك الجماهير البركانية رقم واحد، والإلتراس أورانج بوز، والإعلام، والمحبين. كل هذا من شأنه الرفع من قيمة فريق نهضة بركان، وجعله في مصاف الفرق القوية من جميع النواحي، جماهيريا، اقتصاديا، رياضيا، من جميع النواحي. إذا كان هذا الفيديو خفيف ظريف، عودة بعد وعكة صحية راكم شفتوا الإخوان، ونحن عاد مازلنا نعاني من التبعات ديالها. نتمنى إن شاء الله تبارطاجوا هذا الفيديو مع الأصدقاء ومع الأصحاب، وكذلك مع الإخوة اللي يحبونا ويبغيونا. ما تنساوش ديروا أبوني لقناة أنا بركاني، ديروا بارتاج، وكونوا معنا دائما، نكون معكم. وموعدنا غدا في اللايف إن شاء الله ديال تحليل مباراة نهضة بركان وأولمبيك أسفي، اللايف اللي غادي يكون تفاعلي، فيه المكالمات وفيه كل شيء إن شاء الله غدا الاثنين من بعد المباراة السابعة علينا أمام أولمبيك أسفي. نتمنى انتصار إن شاء الله ديال فريق نهضة بركان، وتوقعي أن نهضة بركان غادي تغلب ب3-0، شريطة أن يلعب بكر الهلالي في وسط الميدان. إلا ما لعبش بكر الهلالي في وسط الميدان غادي نخسرو ب3-0، توقع ديالي والرأي ديالي الشخصي ولا يلزم أحد، توقع ديال عبد الربي محمد الميموني. أنا كنقول إلا لعب بكر الهلالي مكان الناجم أو لعب بكر الهلالي في وسط الميدان في أي تكتيك في أي خطة غادي نغلبو ب3-0. أما إلا ما لعبش بكر الهلالي وفي ظل غياب من الكاس، عفوا غياب العربي الناجي اللي بعد تلقيه 4 إنذارات، فغادي نخسروا ب3-0. لست متشائما ولست متفائلا، انا كنحكم بالمنطق ونحكم بالواقع. 1+1 = 2. اذا الامور راه باينه. اذا نخليكم، وموعدنا غدا ان شاء الله في لايف جديد ولقاء جديد. الى اللقاء، السلام عليكم، شكرا. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.